صراحة كيعجبني الأجواء ديال البحر حيت بنادم كيبدل الروتين تاع الدار والستريس ديال النهار وهذا. المهم مرة كيف مرة في الأسبوع كنجيو كنبدلو الجو هنايا، كنجيبو الوليدات وكنفطرو هنايا. المهم والحياة غدا تبارك الله، بحال دابا اليوم في الويكاند كيكون هنا الشاطئ ديال أكادير كيكون عامر خلال على الأيام الأخرى مع العمل وداكشي تتكون كيكون الوقت الدنيا خاوية، ولكن في السبت والحد كيكون ديما هنايا عامر. فرق كبير صراحة، وقع صراحة الدرع والتاني كيكون داك تيكون داك الأجواء ديال الصلاة ديال التراويح وهذا، ولكن مرة مرة كيبغي بنادم يبدل الجو صافي. مع العشرة إن شاء الله غادي نمشيو نتحركوا. الحمد لله الناس شعبيين وعزيز عليهم النشاط والضحك الحمد لله. اليوم كاينين في هاد البلاصة هادي الزوينة مدينة أكادير في لاكوت، جينا نشطو مع الحباب والخوت ونحيحو ونبلبلوها كما كتعرفوا، ديما الاجواء ديما النشاط والبلبله الاخوان. جينا نفطروا ونشطوا مع الناس ونشطوا مع هاد الساكنه وهاد الحباب والناس اللي دايرين بينا واللي قراب لينا واللي بعاد علينا. المهم غنخلقوا الاجواء ونفوجوا على الساكنه ديال مدينه اكادير، الناس تحتاج هاد النشاط وكنبغيو نهرسوا الروتين ديال الدار. وانت الناس كما هما خرجوا من الاجواء ديال الدار والكوزينه والشقه، جينا نشطوا ونفرحوا. وكنشكر اسبريس على التغطيه اللي كتقوم بها في هذه الاجواء الرائعه، وان شاء الله غادي ندوزوا واحد الليله دايزه الكلام. هو الفطور ديال الدار كتجلس مع داركم، المهم ديك السيمانه الاولى ديال النهار كتبغي تدوزها مع العائله وتفطر مع الدار ومالين الدار، من بعد كتبغي تخرج بحال هكا الدراري بيناتهم لي جروب كيبغيو يخرجوا يجيو للبحر بحال هكا يريحوا يفطروا. 10 ايام الاولى ديال الدار كنبغيو ندوزها مع العائله ومع مالين الدار، نعطيهم حقهم حتى هما، ومن بعد ان شاء الله كنتجمعوا الاحباب بيناتنا والصحاب، كنجيو كنغنيو كنشطوا الدراري، اي واحد كيدير الموسيقى كنجيو كنشطوا، حنا هادشي راه معروف علينا من ديما كاع المناسبات، يعني كنحيوهم بهذا النشاط وهذا الفرجه هذه، لا من العيد الصغير ان شاء الله ولا العيد الكبير ولا الاعياد اللي جايين ولا اللي دازوا، ديما كنخلقوا الاجواء بحال هكا. ورمضان مبارك كريم على المغاربه كاملين، واشركم مبروك يا ربي وصيام مقبول. الجروب و نشاركوا هاد الاجواء تاع الفرحه كما كتشوفوا لومبيونس لومبيونس ديال الفطور مع الجماعه، ماشي بحال فاش تنفطروا في الدار. ايوا في الدار كيكون داكشي غير بين سبيت وبين الناس اللي تنعرفوهم، دابا هنا تنتلاقاو مع ناس ما تنعرفوهمش، تنشاركوا الطعام وتنفرحوا مجموعين، كل واحد تيجي ماكلته. بقاو تقريبا مازال ما عرفتش، بقاو تقريبا حتى السحور. حنا باقي كنقراو وقررنا حنا والدراري ديال القسم وبنات القسم نخرج اليوم للبحر ونديروا فطور جماعي كما مولفين كنديروه كل عام، وكتكون اجواء كما كتشوف راه اجواء زوينه وفيها بزاف ديال الفرحه، وكتنسى شويه الروتين ديال القرايه وكتخرج في وجه مع الدراري ديال القسم وكذا. ايوا ديال الدار كيبقى بينك وبين مالين الدار، يعني ما كتاخذش راحتك واخا هكاك، هنا عاوتاني كتفوجي مع الدراري وكتلقى راحتك هكا وكتبدل الجو مزيان تقريبا حتى شش الليل وحده ونص. كاين اللي كيجلس حتى السحور، كاين اللي كيجلس حتى الصباح، المهم ديما الاجواء هنا بالكورنيش ديال اكادير وكيحضروا جميع الناس ديال المناطق. وكل عام كل عام كنحضروا هنا، كل عام مولفين كنديروا ثلاثه المرات اربعه المرات في رمضان، يعني ولفنا هذه القاعده هذه اللي كنرتاحوا فيها مزيان. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.